ينضم إلينا من كوفنتري سيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري. سيد رامي أهلا بك معنا، ماذا عن آخر تحديث في المعلومات فيما يخص الحصيلة وأعمال رفع الأنقاض؟ نعم طبعا صباح الخير. أعمال رفع الأنقاض أو أعمال البحث عن الناجين توقفت حقيقة الأمر أقلهم في شمال غرب سوريا وغرب سوريا، سواء من قبل النظام أو من قبل فرق الأنقاذ العاملة في مناطق حكومة الأنقاذ أي في مناطق الهيئة أو في مناطق الحكومة المؤقتة. والآن يعني البحث ومن أجل البحث عن جثث الذين فارقوا الحياة. بالنسبة للخسائر البشرية بحسب المعطيات العدد سيرتفع إلى 7000 على الأقل مع وجود مفقودين في المباني التي هدمها الزلزال، وهنا نتحدث عن أن مباني كثيرة لن تتمكن فرق الأنقاذ من العمل بها بسبب القدرات لدى هذه الفرق أقل في مناطق شمال غرب سوريا. سيد رامي حضرتك ذكرت 7000 قتيل. نعم نتحدث عن 7000 قتيل، لأن العدد اللي المؤكد للقتلى حتى الآن نتحدث عن 5300 هؤلاء مؤكدين. يعني عدد الذين هم مفقودين تحت الأنقاض يعني نحو 2000، يعني نتحدث عن 7000 داخل الأراضي السورية، لأن في الأراضي التركية المؤكد حتى اللحظة نحو 4000 سوريا، أن السوريين كان لهم نصيب كبير من الخسائر البشرية. هنا تتحدث حكومة تركيا عن قنابل نووية، وهنا نقول بأن سوريا بالأساس كانت مدمرة، ما بالك في هذا الزلزال الذي دمر الكثير من المباني، سواء هي في الأساس لم تكن صالحة للسكن وانهارت، والتي كانت صالحة للسكن يعني أصبحت غير صالحة للسكن. نحن الآن في إطار عملية المساعدات الإنسانية التي يجب أن تصل بكثافة إلى مناطق شمال غرب سوريا، لأن الاعتماد بشكل كبير على المساعدات الأهلية. يعني كنا استمعنا في تركيا يسرقون المنازل في ظل هذا الوضع الكارثي، بينما في سوريا المدنيين يقومون الفقراء حقيقة الأمر بحماية كل ما يستطيعون تقديمه يقدمونه لهؤلاء الذين شردوا، لا يقومون بسرقة منازلهم، وهذه كارثة حقيقة الأمر. أيضا هناك سرقة للمساعدات، وهناك عدم إنصاف بتوزيع المساعدات في التي وصلت إلى مناطق النظام بشكل قطعي، وأيضا في مناطق ما تعرف بالحكومة المؤقتة استمرار منع دخول المساعدات من مناطق الإدارة الذاتية. صحيح. إلى شمال يعني سيد رامي، عن الحديث عن المساعدات وآلية توزيعها، هناك أيضا معوقات تواجه هذه المساعدات ربما في المزيد من البيروقراطية في التعامل مع الشحنات الوافدة. نعم. إلى ويعني وتضييق عليها ربما بعض الشيء، ما تعانيه هذه المساعدات في طريقها أصلا في الوصول إلى مستحقيها؟ نعم، يعني على سبيل المثال المملكة العربية السعودية تمكنت أمس من إدخال قافلة مساعدات إلى منطقة جنديرس، إلى منطقة عفرين عبر معبر الحمامة الذي لم يكن أحد يسمع به عند الحدود مع لواء اسكندرون. يعني من يريد أن يدخل مساعدات يستطيع إدخال مساعدات، وأيضا إقليم كردستان العراق تمكن من إدخال مساعدات عبر معبر باب السلامة. الزرائع قلتها منذ البداية على شاشتكم، الزرائع من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة بأن يجب أن يجتمع مجلس الأمن ويجب أن يكون هناك بوابات نظامية. من يريد أن يدخل المساعدات يستطيع إدخالها، من يريد إيصال المساعدات لأبناء الشعب السوري يستطيع إيصالها، ولكن نحن انتهينا من عملية انتشال يعني أو البحث عن ناجين، لكن بعد الأمر هذا يعني الآن هو الوضع كارثي أكثر، لأن هناك الآلاف، لم نقل عشرات الآلاف بل مئات آلاف المشردين. طيب. الذين هم عند الحديث إلى أمس المساعدات. عند الحديث عن هؤلاء المشردين وأيضا الناجين، كيف يتم نقلهم وإيواءهم هؤلاء المنكوبين إلى أماكن آمنة؟ هل إلى أقاربهم ربما يذهبون أم إلى ملاجئ ومخيمات؟ يعني بعضهم يعيش في ملاعب، بعضهم يعيش في مناطق على سبيل المثال في إدلب، في بعض الخيام لا تصلهم مساعدات على الإطلاق، في مناطق النظام عند أقاربهم، وضع كارثي بامتياز. طيب، مع انخفاض درجات الحرارة التي تشهدها عدة مناطق وهذه المنطقة بالتحديد وما يعانيها هؤلاء المنكوبين، ربما تكون هناك بعض الأوبئة والأمراض وتضرر في النظام الصحي، كيف يبدو أيضا هذا الوضع سيد رامي؟
نحتاج إلى فرق طبية، إلى مساعدات طبية عاجلة، مساعدات إغاثية عاجلة. الأمر الآن يحتاج إلى مساعدات لمساعدة من بقوا على قيد الحياة، ولا ليس الحديث فقط عن آليات. الآليات لا نريدها الآن من أجل البحث عن ناجين. آليات مراد أن تدخل من أجل إخراج جسامين الذين هم علقوا تحت الأنقاض. طيب أيضا هذه المنطقة ربما تحتاج للمزيد من إعادة الإعمار، هل من فترة زمنية محددة، هل من خطط وضعت لمحاولة، يعني حضرتك ذكرت أنه تم الانتهاء من الانتشال. نعم. سوريا في الأساس هي منهارة، سوريا مدمرة، سوريا محطمة. أعمار من؟ لا يوجد لا أعمار ولا خطط لإعادة الأعمار. نحن لسنا تركيا، نحن بلد دمر بشكل كامل. طيب يعني ماذا عن الخطة التي تضعها أيضا الحكومة للتعامل، حكومة دمشق سيد رامي كيف تتعامل مع هذا الوضع الآن؟ تتعامل، هي تنتصر المساعدات الدولية، تعتمد على المساعدات الدولية، تقول نريد مزيد من المساعدات، ولكن بالواقع بأن حكومة دمشق تتعامل مع الأمر كأنه أمر عادي، ولا تتعامل معه بحجم الكارثة الإنسانية الحقيقية التي حلت على أبناء الشعب السوري. شكرا جزيلا لك من كوفنتري سيد رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري.